ينضم إلينا مباشرة من ساحة المنطقة الخضراء في كوب مراسلنا درويش الطويل. صباح الخير درويش، اليوم هو اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف، ما الذي نتوقع وماذا على جدول أعمال هذا المؤتمر؟ دعيني في البداية أبدأ هنا من حيث منتدى الأعمال الخيرية والمناخ، هذا المنتدى الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ كوب بشكل عام، وخاصة هنا في كوب 28. هذا المنتدى الذي طبعا يأتي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في الأمم المتحدة، يأتي ويشارك فيه أكثر من 1000 من قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري بهدف إتاحة الفرص أمام كافة الأطراف والقطاعات للعمل معا والإسهام في الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق طبعا الطموحات المناخية والعالمية والتنمية المستدامة، بجانب ربط الشركات والمؤسسات التجارية والخيرية مع خطة عمل كوب 28. إضافة إلى ذلك طبعا الجميع ينتظر قمة المناخ الذي سوف تحدث بعد ساعات من الآن، هذه القمة التي سوف يتحدث فيها رؤساء الدول المشاركون، 198 دولة يشاركون في كوب 28. كما تعلمين أن كوب بالفعل لديه العديد من الأجندات أو العديد من المواضيع، على رأسها طبعا مدى التزام والتقييم العالمي الأول لاتفاق باريس ومدى التزام الدول بهذا الاتفاق، إضافة إلى ذلك بأن هناك مطالبة بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاث أضعاف بحلول عام 2030، إضافة إلى أن كان الخبر طبعا هو الدعم الذي لقيه صندوق الذي تم أعلن عنه وتمت المبادرات، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا قدمتا كل دولة منها حوالي 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول المتضررة من طبعا الآثار المترتبة على التغير المناخي، وبالتالي بالفعل حدث تاريخي يوم أمس بالدعم الكبير الذي أعلن، وبالتالي الأنظار تتجه، ربما هناك قرارات حاسمة متوقعة أيضا، لأن المشاركة الكبيرة التي تأتي في كوب 28 بالفعل تثمر حتى هذه الساعات عن قرارات حاسمة لحماية البيئة وحماية طبعا الدول التي تتضرر من تبعية التغير المناخي. نعم درويش، شكرا لك.